بسم الله الرحمن الرحيم. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. يهي الله سبحانه وتعالى فكارك هنا بزاريو درساتشن يمنا يوكفري هنا يهكفل سلا توحيد الرفات توحيد من يهل وانجرن لياساب بس اندمي تل قم نقروتشن يمياس تبتاني هنا كفلنو يكتابو صحافي بسلفنو كفلوس ايان داندو سو توحيدو ترت يالمهون اندال لبتنا بالله سبحانه وتعالى لا ينفتسمو ما قارات اندري اللبت بدن بادرقو ابرار تولنا اندزيهو الله سبحانه وتعالى يسول اللي جنم يهن آقاينو تشنسي فتر يفتر بات اللي كنا وننياو ألاما بسورة الذاريات كتر حمسا سبست لاين داس كمتو السول اللي قزوت لبتشن ينت ليعمل كوكال هنا بستكر فتسمو الله اندال فترات شو آس كمتوال قلت أدرقوال بزاريو دقمو كفل إلا في تاتشن بالله كفل دقمو مؤلفو هلت نقروتشن لنيا لياس تبتون يموكرالو نزي هلتكم نقروتش كزيهو كرئسو يمن تبت عجو يمن نوسد عجو يهونالو يا من دنو أن دنيا بيان فضل التوحيد التوحيد تروفات مجلت وما برارتنا التوحيد تروفات وين فضل تكمن لياس جنيو يمي تلو انتكم يمي جلس كفلنا أن دنيا ولتنيا كذي كفر يمن الردو بيان ما يكفره من الذنوب توحيدا اهون يدربو يهون سوج ترت يدربو يهون سوج يان توحيدات شون ترت لبادرقات شو الله سبحانه وتعالى وانجلو تشاتشو اللي عبس الله تشو اندم ميتل يمياس ردام كفلنو يهم توحيدا اون يدربو سووش توحيد بنسوه وتلاي لياس كتلو يميتلو تتأنو يسروتن وانجل ما سابس لهون اندم ميتل يمياس تمر كفلنو سلزي النزيه لتكوم نقروش النزيه لتكم نقروج بدن بلنا وقاتشونا لنا بينا تشوي الجبال من دنا تشوالن عن دنيا بزيه كفلوس يمن مارو يتوحيد انت الرفاتنا ولتنيا توحيد تكباراوي يميادر قويهونو سووج تكباروي يميادرقو يهونو سووج توحيدا نسو بادرقات يتنسى وانجرات شو لياسمر الله شو اندمي تلنو إذن فضل التوحيد يتوحيد تروفات النا وما يكفر من الذنوب يوانجر أسمار النتون وانجر مابسون وانجرن ما سوغرن دميچل يمي اسردان كفلنو لذيه اندما اسرج ادرغو مؤلفو ياسقمطوت انقط
سورة الأنعام قطر 82 لا يمي من يرى الله سبحانه وتعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون من مالتنو الذين آمنوا أن الزا يأمنوا يهونوا سوج النزيا يأمنوا ولم يلبسوا أي لم يخلقوا يالك الأكلوا مالتنا ولم يلبسوا أي ولم يخلقوا يالك الأكلوا بمن هاتشولي بأمن هاتشولي يالك الأكلوا إيمانهم أمن هاتشولي يالك الأكلوا بظلم ببدل ظلم يميلو قال الزيبو تالي من تفلقبات يميلو يمنايو هناك كذال استفيد قن توحيدن اون مادرك توحيدن اون مادرك تكبراوي مادرك موحيد مهون لسولجوج ليامت اللاتشو يمي تشلو تقمو تشالو لموحيدوج ليامت اللاتشو لياس كتل اللاتشو يمي تشل يويم يمي تشلو تقمو تشالو انما الناتشو النسو عندنيا أنه أكبر دعامة للرغبة في الطاعة توحيدين أون مدرك لا الله سبحانه وتعالى يملكو زرفوتشن باتك علي ترت عندنا درق اللتنا عبادوتشن أبستن عندنا سرا يا جزنال يا برهاترال لمن كتب على لأن الموحد يعمل لله سبحانه وتعالى لمن اللهم بتشين النت بتشين مجزاي هنا سو سرول ما نمي هنا لا الله سبحانه وتعالى بتشانه وعليه فهو يعمل سرا وعلانية بجلسم بدبكم لقيت أولى الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشا تازاجي هنا بتقلع بتوشو دقمو أما غير الموحد توحيد لله سو مثلا لمسالي كالمرائي يقول لي سمو اللي بلو يمي سرا سرا مثلا الله يتبك أننا يهينة سو صدق يسأل يسأل الله يا وصال متي اذا كان عنده من يراه فقط السن سوت بميملكثو بت غزي بتشا سوت كليلوس الناس ما يرو تسكونس بتشاون سيونس لا دينتا يلو ميزان غزي انظروا توحيدن بتشا كن بالله عندنت لا يالو امنت تنكارا كهونسا سوت يالو سويت يلوم بتشاون نو كسويت غار نو تدبقو نو سايدبق نو ايليوم سلازي توحيد يالو تنكار توحيد يالو سو اندي هاينن نغروچ فصمو تصنو اياسدروبتم لذي منبر كسلفوچ اندو ميل من يل نبر مسراچو اني لا اودو اني كو امنيا اللهن اودا اللهن يلالو منن ان اتقرب الى الله ودا الله سبحانه وتعالى مقاربن اودا اللهن يفلق اللهن بطاعة بونت سرا لا يعلمها الا هو السو الله سبحانه وتعالى انجي للا من مسو بما يقو ملكو انظروا من ما يقو الله بيتا لياقو يميتنن السو بيتشا ليايو يميتلن لسو بيتشا يهونن سران مسراتن
እወዳለሁኝ ሌላ ሰው ማንም ሳይብኝ ይላሉ። ዛሬ ግን አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ የጠበቀው ካልሆነ በስተቀር አብዛኛው ሰው አላህ አየው አላየው ለአላህ የሚባል ደንታ የለም ደንታ የለም። ወላሂ አብዛኛው ሰው የሚያሳስበው ምኑ ነው? ሰዎች እንዲያዩለት ነው። አላህ ይጠብቀን፣ አላህ ይጠብቀን። አላህ ያዘነለት ሰው ካልሆነ በስተቀር እንظሩ ኢላ ሓሊ ሰለፊን አሳሊሕ፣ ሰለፎች የነበራቸውን ሁኔታ ተመልከቱ። እኔ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ብቻ የሚያይልኝን ስራ መስራትን በመስራት ወደ አላህ መቃረብን እወዳለሁኝ ከጅላለሁኝ ብለው ይናገራሉ። ይህ መጀመሪያው ተውሂድን እውን ካደረግን ልናገኘው የምንችለው ትሩፋት ነው፣ ፈድል ነው። ሁለተኛው ምንድን ነው የምናገኘው ትሩፋት? ተውሂድን እውን ካደረግን አላህ ተውሂዳቸው ጥርት ካደረገላቸውና ከሆነላቸው ሰዎች አላህ ያደርገን። ወላሂ አነ ልሙወሒዲነ ለሁም ልአምኑ ወሁም ሙህተዱን፣ አላህን በብቸኝነት ጥርት አድርገው የሚያመልኩ የሚገዙ የሆኑ ሰዎች ለሁም ልአምን፣ ለነሱ ጸጥታ ሰላም አላቸው። ወሁም ሙህተዱን፣ ቀጥተኛውን መንገድ የተመሩ ናቸው። አምን አላቸው በዱንያ ሳሉ፣ በአኺራም እንደዚሁ አላሁ ስብሓነሁ ወተዓላ ሰላምና ጸጥታን ይለግሳቸዋል። ጀነትን በማስገባት ከእሳት በመጠበቅ በዱንያም ሳሉ ጥሩን መንገድ ይመራቸዋል። ይህንን አንቀጽ ስለምናብራራው ምን ማለት ነው? ወሁም ሙህተዱን ማለት ለሁም ልአምን ማለት ነው እናየዋለን ኢንሻአላህ። ወደ አንቀጻችን እንመልከት እንመለስ። ሁለቱን ፈድሎች ተናግረናል። አንደኛው ተውሂድን እውን የሚያደርጉ የሆኑ ሰዎች የሚሰሯቸው ስራዎች በአጠቃላይ የአላህ ፊት ተፈልጎበትና ዘውታሪ በሆነ መልኩ ሰዎች አሉም የሉም ድብቅም ሆኖ ግልጽ ሆኖ እንዲሰራ የአምልኮ ዘርፎችን እንዲያበዛ ኢኽላስ ያለው ተውሂድ ያለው ከሆነ ያግዘዋል አለ። ሁለተኛው ተውሂድን እውን ያደረጉ የሆኑ ሰዎች ምን አለ? ጸጥታን ሰላምንና ቅናቻውን መንገድ አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ ይወፍቃቸዋል። አላህ ከነሱ ያድርገን ያ ረብ። አለዚነ አመኑ፣ ወደ አንቀጻችን እንመልከት። እነዚያ እንመለስ። አለዚነ አመኑ፣ እነዚያ ያመኑ በአላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ አንድነት፣ በረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነቢይነት ያመኑ የሆኑ ሰዎች ወለም የልቢሱ፣ አምነው ሲያበቁ ደግሞ አይ ለም የኽሊጡ፣ ያልቀላቀሉ የሆኑ ሰዎች ኢማነሁም፣ ኢማናቸውን በምን ቢዙልሚን፣ በዙልም ያልቀላቀሉ የሆኑ ሰዎች። ዙልም ማለት እዚህ ቦታ ላይ ዙልም ማለት ወሁወ ማ ዩቃቢሉ ልኢማን፣ የኢማን የእምነት ተቃራኒ ነው። የኢማን የእምነት ተቃራኒ ነው። የእምነት ተቃራኒ ምንድን ነው? ወሁወ ሽርኩ፣ ሽርክ ነው፣ ሽርክ ነው። ይህ የቁርአን አንቀጽ ሱረቱል አንዓም ቁጥር 82 ላይ የሚገኝ አንቀጽ ነው። ይህ አንቀጽ ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ላይ በወረደ ጊዜ ሸቀ ዛሊከ አለ ሰሓበቲ፣ ነገሩ ሰሓባዎችን በጣም አስጨነቃቸው፣ በጣም አስጨነቃቸው። እንዴ አዩና ለም የظልም ነፍሰሁ፣ ከእኛ ውስጥ ደግሞ ማን ነው ነፍስያውን የማይበድል? ነፍሱን የማይበድል አለ እንዴ? ኢማናቸውን በበደል ያልቀላቀሉ አላህ ማን ነው በደለኛ ያልሆነ? ነገሩ በጣም አስጨነቃቸው። ምን ማለት ነው? ረሱል ዓለይሂ ሰላቱ ወሰላም ዘንድ ጋር ሄደው ጠየቋቸው። فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه ليس الأمر كما تظنون، ነገሩ እኮ እናንተ እንደምታስቡት እኮ አይደለም። إنما المراد به الشركة، እዚህ ጋር እኮ ቢዙልሚን ሲባል ኢማናቸውን በበደል ያልቀላቀሉ ማለት የተፈለገው እኮ አይ ቢሽርኪን ሽርክ ማለት ተፈልጎ ነው። ስለዚህ ዙልም ማለት እዚህ ጋር ማለት ነው ሽርክ ማለት ነው። ሽርክ ማለት ነው፣ ግልጽ ነው። يا جماعه ሽርክ ማለት ነው።
ألم تسمعوا إلى قول الرجل الصالح؟ يزان يبقون سو نقدر على سماتهم من دي أردت رسول عليه الصلاة والسلام سورة لقمان لا يالون أنكت يتناقروا من يقولون إن الشرك لظلم عظيم الشرك كو شرك كو الجقون تلك قزوفي هنا بدل نو سيل الله سبحانه وتعالى يا لقمان النقر ياسكمتون ألا نبباتكم من دي ألا ياتكم من دي إذا قال كو إن الشرك شرك مالت ظلم عظيم ديفينيشنو من دي نو قزوف بدل من نو بلو الله سكمتوال قلت نو سلزي الزيبو تالي ظلم مالت ظلم مالت من مالت نوالم أي الشرك شرك مالت نو بالله لا يمقارات نو ظلم يمي بالو نقر ظلم يمي بالو نقر وين بدل يمي بالو نقر بسوست بسوست يكفلال بسوست يكفلال عندن يو أظلم الظلم يروتال أظلم الظلم يبدلو تهلو بدل مالتنو يبدلو تهلو كونتو مالتنو يبدلو تهلو جنبار قدم بدل بلو مالتنو يمجمرا وكفل يهنو يامندنو يبدلو تهلو كونتو وهو الشرك في حق الله سبحانه وتعالى بالله سبحانه وتعالى لي ما قاراتنو بيتين ميازنو يهي مجمريو كفلنا ولتنياو يظلم كفل ظلم الإنسان نفسه سويو راس مبدلنا راس مبدل سويو راس يبدلان دي أهو راس يبدلان كأنه لم يعطيها حقها لمسالي لنفسياو يميقبات نحاك كالستات كل يميتمك هنا مثلا كل ليتو مولو يميقوم كهونا مثلا يسوي راسون بدلو على البال لنفسيه راحة ويمدقمو رفتن للقسات لسئات القبال لنا سوستن يو يظلم عينت ظلم الإنسان غيره سويه كسوج يالو تنسوج ما بدلنو لمسالي مثل أن يتعدى على شخص بالضرب لم السارين إلا سغن بمتى بلل نوهن أو القتل ويبي قدل الله يتبك أن النائهم من دلنو بلل نو أو أخذ مال يسون قنزا موسر مزرف مسرك يهم بلل نو سوما بدل نو أو ما أشبه ذلك وهم إن نمسلنا قروج إهن نمسلنا قروج تروشي ظلم ميبالون بس وسط كفر لا ينو كظلم يراك أيه نسو إيمان بظلم وإن بشرك يالك لك أيه نسو ستتا إنوروال يمنى ينويه إيمانهم بظلم أولئك اندهين تسوج لهم الأمن لنسو ستتا ألات ولا الله سبحانه وتعالى ستتا اللاتو سلام اللاتو مرغاقات اللاتو الله ستانك بيتاتو يارغن الله يا رب العالمين وهم مهتدون كناتشاون من قر يمين مرو تناتش ولا الله سبحانه وتعالى تملكتو فضل ترفات إيمان بشرك يالك لك ليه ونسو يمياغن يون ترفات تملكته وهم مهتدون مالت أي في الدنيا إلى شرع الله بالعلم والعمل بدنيا سالو يا الله انهققات اندي اوقنا اوقهم اندي سربت الله سبحانه وتعالى يمرات شوال مالتنا بدنيا سالو وهم مهتدون كانت شون من قريب مرالو مالت الله سبحانه وتعالى يسون شرع ويمهققات اندي اوقو اوقهم اندي سربت
يوفقاتشوال لمالتنو. كزي من الرداو هداية مهتدون كميلو مهتدون ميلو هداية كميلو قاية توسدنو هداية كميلو قال هدا يهدي كميلونو مرة يمرال ممرات كميلو توسدنو هداية ميبالو نجر بهولت اندم يكفل كزي من الردال علماء تشاكين هداية ميلون بهولت كفلو ياسكمتو تال قلس انديهون اندي برارا باتشرو አንደኛው ሂዳያቱ ኢርሻድ ይባላል ሁለተኛው ደግሞ ሂዳያቱ ተውፊቅ ይባላል ሂዳያቱ ኢርሻድ ማለት ምን ማለት ነው ሂዳያቱ ተውፊቅስ ማለት ምን ማለት ነው ቅድምም ብለን ነበር አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ኢማኑን በሽርክ ያልቀራቀረን ሰው ከተኛውን መንገድ ይመረዋል ስንል ምንድነው አለን አንደኛ ያላህን ህግጋት ሸርዑን የሱን ደንብ እንዲያውቅ እንዲገነዘብ ምን ያደርጋል አለን ይመረዋል ሁለተኛ ደግሞ በዛ ባወቀው ያላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ህግ እንዲሰራ እንዲተገብር በተግባር እንዲያስገኝ ይወፍቀዋል አለን ስለዚህ ሂዳያቱ ኢርሻድ ብሎ ማለት هداية إرشاد بلو مالت وهو الاهتداء بالعلم مالتنا الله أوقتن إلى ملقسو مالتنا أم ملقسو مالتنا أوقتن أغنى عندسو مالت إهي مدفونو إيه كلنو يميلون تغنزب مالتنا يل هداية إرشاد بلال أم ملقات وين يمي أم ملقتو يممرات أينت ምራቻ አመላካች ምራቻ እንበለው ባጭሩ እንበለው ይሄ ማለት ዕውቀትን ሰጠው በዛ ዕውቀቱ አላህ በሰጠው ዕውቀት የትኛው መንገድ ትክክል ነው የትኛው መንገድ ትክክለኛ አይደለም የሚለውን እንዲገነዘብ ያስደርጋል ማለት ነው ይሄኛው ሂዳያቱ አልኢርሻድ እንለዋለን ሁለተኛው ደግሞ አይነት ክፍል ሂዳያቱ ተውፊቅ ይባላል الله اوقات سطو بهدايه الارشاد هدايه التوفيق قاسن متى الله سبحانه وتعالى بسطو قناچا تككلنيا بهونه علم مطفول كتككل ويم كمطفول كتككلنيا كتنياو منجر كطاو منجر اندي لي يمياسچلون اوقات كسطو بهالا ماوقو بيچا تكمالو اندي يلوم من ياسفلغال تكبار ياسفلغال سلذي الله سبحانه وتعالى بهداية التوفيق أن يهديه إلى العمل باوك أو نقر اندي سرا يمروا اللي مالك له تملكتو تملكتو تلكي هنا فضلكونه والله تلكي هنا فضلكونه اهتداء مالك وهم مهتدون كاد الرقات شو ويم الله سبحانه وتعالى كنات شون منقر كمرات شو سو مهون برو مالك مهون برو مالك አንደኛው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ሂዳያቱል ኢርሻድ ወፍቆታ ሰጥቷል ማለት ነው ያ ማለት ዕውቀትን እንዲቀስም አድርጎታል ትክክለኛ ዕውቀት ሁለተኛው ደግሞ ሂዳያቱ ተውፊቅ የሚባለው ለግሶታል ያ ደግሞ ምንድነው ባወቀው ነገር እንዲሰራ አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ አድርጎታል ማለት ነው ግልጽ ነው ያ ጀማዓ ግልጽ ነው نعم وهم مهتدون ማለት وهم مهتدون ማለት أي في الآخرة إلى الجنة بآخرة ولا جنة يمي مرنا تشو مالتنو الله كان نسو يادرقاننا هذه هي هداية الآخرة يه بآخرة يمي أغنيوت من دنو شلماتنو بدنياو تكس مرن بدنيا سألة يمي أغنيوت هداية يا هداية من دنو أوقتنا الله يستأتوال وفي نفس الوقت دقمو باوقت اندي سرو الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى يا درغاچو አለ ማለት ነው باخيره ደግሞ ስንል باخيرهም እኮ ይፈضل ይትሩፋት የሚያቆርጥ አይደለም እንግዲያውስ الله سبحانه وتعالى ወደ ጀነት ያመላክታቸዋል የጀነት ሰዎች ያደርጋቸዋል በአንፃሩ ደግሞ ሌሎቹ
يا الله سبحانه وتعالى انت ازاز اسو بايمانات شولي ظلم ياكلاكلو شرك ياكلاكلو يهونو سووتشسا الله سبحانه وتعالى النسون اسم الكتو بسورة الصافات قدر هارت لي من على احشروا الذين ظلموا وازواجهم وما كانوا يعبدون من دون الله ان ذاك الله وجه يملكو ينبرونا ينسون شفراوچ ينسون اغاروچ ينسون تندوچ باتقالاي من ادرغواچو الله سبحانه وتعالى قسقسواچو ندواچو ندواچو كالله وجه يملكواچو ينبروتن باتقالاي قسقسواچو فهدوهم مراچو وريت الى صراط الجحيم ود جحيم ود قاطرو اسات منجد مروچو برو الله سبحانه وتعالى تأزازون يستلالفال الله سبحانه وتعالى يتبقان إذن شركات شو ويم لبات شو كشرك نسو يوم سوج الله سبحانه وتعالى وهم مهتدون ولا جنة مرات شو النزان دقمو فهدوهم إلى صراط الجحيم ولا جهنم قدنا أما لكتوات شو النابزة من قرهدو جهنم يدفو برا الله سبحانه وتعالى تأزاز يستلالفال إذن الله سبحانه وتعالى هداية ونستاتيون وسوج بدون يام سعادة بآخر يام سعادة أنه يميا قنوت دستان مالتنو دستان يقنيال والله يا ربي نسألك أن تجعلنا منهم نعم أبزان يوت مفسروج أولئك لهم الأمن النزي سووش أمن ألاتشو أمن ويم ستتا ويم سلام ألاتشو يميلون سيادر الروت من دنيا لوت إن الأمن في الآخرة أمن مياغنيوت سلام ستتان واسطنان يمياغنيوت في الآخرة بآخرة نوالو هداية في الدنيا هداية دقمو يمياغنيوت يتنو ألو بدنيا سالونو بلو تناقروا ليالو ابن عثيمين رحمة الله عليه سنناقروا بزوت مفسروت أولئك لهم الآمنو أمن تأتتا وستنا سلام ألاتشو سيبال يتفلق بات بآخرة تأتتان بدنيا دقمو هدايا نياقن يالو مالتنو هدايا مالت ولاتشنم هدايا مالت بورقة سايهون بعمرو هاتشل الناس كمتين ميقبانا قرنو الله هداية استسيب بالان نسو لتنقروش نمي فلق بات هداية مالت الله أوقات نسته اندازو دمو بسطه أوقات لقمو فسامي تقباراوي آدرق لما لتفلقو باتنو يا هداية ملو ترقواميو ملو قنزابي بهنو إن شاء الله يا جماعة بارك الله فيكم نقر قنار ابن عثيمين سنقر رحمة الله عليه منالو والصواب قنت لكلن يوم الباري اللبت أنها عامة بالنسبة للأمن والهداية في الدنيا والآخرة هدايهم سأتتهم سلام مواسط النوم كنا تشون منقر ممرات سبا لذيها انكس لا يتفلق بات بدنيا بآخرة منو يمي كفاف النقر عيد اللي منو برو ينقر اللو مالتنا إذن يا قرآن أنكسو الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بلو مالت من مالت اندهونا بسفيو لما يتمكرنا لما هونو قن يه أنكت القرآن أنكت يهي قرآن أنكت كبابات شنقار كرئسات شنقار يمي أقنان يوم من دنو يمي التياك ياسن السال لمن رئسات شن من دنو عالم يتوحيد تروفاتنا توحيد وانجرين سلما يمي أستمر ويم يمي أستمر سلهونو
የሚያስረዳ ነው ብለናል ይህ ከሆነ ይህ የቁርአን አንቀጽ ከክፍላችን ጋር ወይም ከራሳችን ጋር የሚያገናኘው ምንድነው ان الله سبحانه وتعالى اثبت الامن لمن لم يشرك እዚህ አንቀጽ ላይ الله سبحانه وتعالى بس لي لما يغار راسو لما يغار راسو منن اصدقوال صدتاننا هدايان اصدقوال الله سبحانه وتعالى والذي لم يشرك يكون موحدا بالله يرغمو يما يغار يونه سو من يونال الله اندبچنينت يميملك سو يونال فدل على ان من فضائل التوحيد استقرار الامن يمنا ملكته معناتنو منين ملكته معناتنو يسويو توحيد اون ما هون لياسغنيلت يميتل تروفات اندالنا يام تروفات مندنو عالم صدتان يمياغني مهونون ያስረዳ ስለሆነ ነው አንቀጹ ከባቡ ጋር የሚገናኝበት ለምን የተውሂድ ትሩፋት ወይ ፈድል ነውና ፈድል ነውና نعم ይህ የቁርአን አንቀጹ ማብራሪያ ይሆናል በማስከተል ባቡ ላይ ክፍላችን ላይ የምናገኘው ምንድነው ክፍላችን ላይ የምናገኘው ሐዲስ ነው ይህን ሐዲስ ቡኻሪና ሙስሊም የዘገቡት ሲሆን عبادة بن صامت رضي الله عنه يستلف لن حديثنا ببخارينا بمسلم زقابينت ودن يدرس حديث سيهون بزي حديث لي أن عبادة بن صامت رضي الله عنه قال عبادة بن صامت الله سرعت شو يد الله شونا منالو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا الله ملكتنيا يا الله صلاتنا سلام بساتشو ليهننا قالوا من قالوا من قالوا سكين نسمع من شهد أن لا إله إلا الله كالله بستكر بأونات يميا ملكوت عملك يلن بلو يمسكر وحده بتشون لا شريك له عندم تغاري عندم بيتي عندم امسيا عندم تغاري اندريلو يمسكره وان محمدا عبده ورسوله محمد يا الله باريا تازاج اغلغاينا يسو ملائكتنيا مهوناچون يمسكره وان عيسى رضي الله عنه عليه السلام عبد الله ورسوله يا الله باريا تازاج اغلغاي ان ملائكتنيا مهوناچون يامنه يمسكره اندزيه وكلمته القاها الى مريم ود مريم يطالو قالنا كسو روح የሆነ እንደሆነ የመሰከረ የሆነ ሰው وان الجنه حق جنته اونت እንደሆነ ያመነ የመሰከረ والنار حق እሳትም حق اونت ነው ብሎ የመሰከረ ምን ሊያገኝ ነው ይሄን ሁሉ የመሰከረ ሰው ሽልማት አለው ነው ሽልማቱ ምንድነው ያ رسول الله صلوات ربي وسلامه عليك قال ادخله الله الجنه على ما كان من العمل ادخله الله الله يسقبال الجنه جنه على ما كان من العمل بنبربت سر علي باللبت هنيت علي سال انذين نغروج باونت بماسغنيتو بمارغاغتو يتنسى الله سبحانه وتعالى جنه اسقباو قالوا رسول عليه الصلاه والسلام زيري يدخله على رم ياسقبوا على سيول أدخله هنا أسقبوا على رم اسكي إهن الحديث عند عند ذن النبرارو
እናብራራው قال بقال ايتنوال جن اسكي بتن ادرغن سفا ادرغن لما يتن موكر رسول عليه الصلاة والسلام بزي هذه تلاي من دنو يميلوت من شهد أن لا إله إلا الله من شهد يمسكر يهو نسو مسكاري يميبالو نقر مسكاري يميبالو نقر لا يكون إلا أو لا تكون إلا عن علم سابق عند سو لما مسكر لما مسكر مجمّر يا من بلون دمي مسكرنا سلامن دمي مسكر أوقات أوقات لنورو يقبل أرد يا جماعة أوقات لنورو يقبل أوقات لنورو يقبل الزيقار يمسكر سيبال زنبلو كامريت تنستو مسكر بيبال نقر يلم أدل يا جماعة يهونا يمن مسكر بات ويم يمن مسكر اللت نقر لنور يميق باو كامون بات جماري يا يمن مسكر اللت ويم مسكر بات هاي ويم قول سلام من مسكر اللت ويم سلام من مسكر بات نقر يهونا يمن ناوك او نقر لنور يقبال اوكات ياسفل لقال فما بالكم برب الأرض والسماوات بسماياتنا يا مدر قتاي هنا والله سبحانه وتعالى سلسو بتشين النت لا مسكر مجمر يا سلسو ما النت ماوك ينو ربنا ولهذا إيان دان دا تشلنا لأن يميقبو اند فورمولا نسدو اند فورمولا نسدو إيان دان دوسو ما نين يونم نقر لما مسكر لما مسكر كما مسكروا بستفيد سلمي مسكروا نقر أوقات ألين يلين يميلوا الليات إنا نزبي قبوا اللي يا جماعة سلا الله سبحانه وتعالى بيتشن يا قيت النت سلسو سلا الله سبحانه وتعالى فطار النت سلا الله سبحانه وتعالى أملاك النت بمن مسكر ببت جزي بمن مسكر ببت جزي هنن يمن مسكر ببت أوقات بهولت أين تمن جروش للناقن يون نتلالن أتينو بدم بتردو هنن أوقات بهولت أين تمن جروش للناقن يون نتلالن عندن يو مكتسب ان لو علن مكتسب مالت راساتن بطرت لندرسبت يمنچل مالتن يسو ليش باامرو استنتنو تغنزبو يدرسبت يمچل نو اندنيو ሁለተኛው ደግሞ فطري او غريزي يبالال بتفطرو يمياوقو نو سلامت سلام الله سبحانه وتعالى أونتنيا نابتنيا أملاك النت يسولج كما مسكروا بستفيد سلسو بتنيا نابتنيا أملاك النت بهلت أينة من قروج لياوك للردالي قنزابي تلال عندنيو بتفترو يمياغنيو بفترو يمياغنيو أوكتنو ولتنيو أستنتنو سماياتن مدرن ونزن ترارن يا الله الفطران بمايت استنتنو فصمو ما نم لفطراتو اندمايچل اسو الله سبحانه وتعالى بتشانا بتشالي هو اندمايچل بترت لياغنيو يميچلو نو رسول عليه الصلاه والسلام بخارينا مسلم عندهم ابو داود النا ترمذي عندهم ابن ماجه اي ابن حبان بزقبوا تحاريث لاي منالو كل مولود يولد على الفطرة يالو ايان داندو سو سيولد على رسول عليه الصلاة والسلام
يولد على الفطرة أي على التوحيد بتوحيد لاي موحد هنا الله ببيت شنجنت بيت شاي ميجزا هنا يولد على الأرو بمية سازن ملك وقل فأبواه أباتنا الناتو يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه أرو رسول عليه الصلاة والسلام من مالتنا أباته أبات الناتو بالله يمكن سوت بما هناتشو وي أيهود يا درغوتال وي كريستيان يا درغوتال نصاري يا درغوتال وي دقمو مجوسي إسات أملاكين يا درغوتال للرسول عليه الصلاة والسلام نزيم نوكو هتانات سيوالدو كريستيانو تشنكا ياتشو ما تمكنو وي دمو كريستيانا ما سنتمي بان نقرال يهونا سبل ويموها يدروها يرجو يدرغو سنقر مالتنو يه تنصير يدرغو سنو سو يو النسو على وقت من جي رسول عليه الصلاة والسلام نكو نقرونا إسلام أخذ بطنا اللهم بقرآن فطرة الله التي فطر الناس عليها إلا يسو لجو اتشني فتربت مسارتها فطرة توحيد عندنا الله ينقر النام رسول عليه الصلاة والسلام بحديثات جو يسو نجبات تقالي سفتر الله سبحانه وتعالى ببتشن النت أياما لكنا يتجزى موحدون يفتر اللارو ياباتنا ينات يولادو تشقرنجي النسو ويهودا وينصارا ويدق مؤسات أملاكي مجوس يدرقو تال لالو رسول عليه الصلاة والسلام نعم اندازيهو ولدتن يوم مكتسب نوالن يا الله الآن دنت كم منا قباتشو لما مسكر كم منا قباتشو من قلوش آن دو من دنو تفكير ما درقنو الله أتاستنتنو من دي أتردو من دي إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب سمعنا مدرن الله مفترو كان نايت مكايراتشو من لواوتاتشو لم يستنتنوا لبونان على توسوتش ملك توجت أمروشنا تبرو الله سبحانه وتعالى عند منا جرو ما استنتن يا روجن تنجنت وده جرام وده كان يمسى الناس زنابل كات قبل ما استنتن مردات يزانجزي يزانجزي ككل النافت عليه استوى الله سبحانه وتعالى بتشان بتشان دوناوك لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يمي لون قال تاسقن ياله وين ياسقن ياله يسو لجمالتنا زيقى الرسول عليه الصلاة والسلام منارو من شهيدة من مثل وقال باربنيا شرطيات بالالج مسفرتنيا وين مسفرتاويك عالج مسفرت مالتن اند زيقى درك اندي هتون عاله مجمع راقل مسفرتون ما موالات عالبه من مثلو مسفرتني ياسكمدتشنو يا كالهونه غن ايهونم يمينن تمهرت وين ملكتن متاستلالف قالنج ملاشو مندنو مقرشا لا يمطال من شهيد الله لا اله الا الله كالله بستقر بونت يمياملكوت املاك يلم كان بهارا يلوچم تكتلو مقرشا لا يمنالو ادخله الله الجنه على ما كان من الله ملاشو مندنو يهن كادرك جنتن الله ياسجبحال يميلو ملاشو يهن كهونه يسولج يا الله سبحانه وتعالى عند النت بتشنيا تملاكي النتنا اونتنيا جيتنتن بمي مسكربت وقت اوقات بيورو اندميجبانا اوقاتون انديت ماغنيت اندميچل كتنغاغرن ሁላችንም كتገነዘብን شهادة ማለት اسمን ማለት ነው በምን አይነት መልኩ ነው የምንመሰክረው በምን አይነት መልኩ ነው የምንመሰክረው شهادة ወይምስክር ብሎ ማለት وهو الاعتراف باللسان بملاساتشن اعتراف ما دلقنو ما رقاقتنو بملاساتشن ما سقنيتنو لا إله إلا الله يميلون قال اندازي ودقنو والاعتقاد بالقلب بلباتشن ما مننو ما قواترنو لباتشنو استيان النقر آمن نبت ما سقمتنو نعم
بأونتك الله بستكر يمي ملكوت أملاك اندل الله بملاساتشن تناغرن بلباتشن مقواتر اندل يوم بسوستن يا درجة والتصديق بالجوارح بسرا بسونهاتشن كفلوش تقبراوي بما درق بما درق من ما درقنا اون ما درقنا ما رقاقتنا ما رقاقتنا سلزي شهادة يمتلوها ممسكر يمتبالوها ሶስቱን ቆም ነገሮች አዝላ አቆራኝታውም አቀፋ የመጣች ለትሆን ይገባል አንደኛው በመላስ መግለጽ ነው ሁለተኛው በልብ ቋጥሮ አምኖ ማስቀመጥ ነው ሶስተኛ በሰውነት ክፍሎቻችን ተግባራዊ ማድረግ ነው ይህ ነው የሸሃዳ ግንዛቤ ይህ ባይሆንም ማኖሩ رسول عليه الصلاة والسلام زندام التو النزا منافقانوش من دلنا الدريلات وسرة المنافقون قطر أندلي الله كان يفاقي تبك أننا إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله النزا منافقانوش من التو أنتقار إن يكو أنت يا الله من أكتن يا سلم هنا إن مسكرا لن بالو قزيار الله سبحانه وتعالى أستوس والله يعلم إنك لرسوله أنتكو يا الله من اكتن ياسلمونه الله يوقال اندزي ودقمو والله يشهد الله يمسكرال الله نمسكرال وتملكته منو إن المنافقين لكاذبون النزا منافقان وچكو كتافي وچواشو وچندهونو الله سبحانه وتعالى يمسكرال لا ازي غير مندنو يمنرداو انزا منافقانوچ متونا رسول عليه الصلاه والسلام زندا انت يا الله ملائكتنيا كو اندهونك انيا انمسكرال لا يي مسكارياچو بمندن نبره بملاس بتشا نبر بملاس بتشا نبر بملاس مسكراچو تقم اندليلو الله سبحانه وتعالى كسبات سمايات قراننا اوردو انذين سوچ የሚሉትን እየሰማሁኝ ነው አንተ መላእክተኛ ስለሆነ የነሱ ምስካሪ ብዙም አሳሳቢ አይደለም ሙናፊቆች ናቸውና አላህ አንተ መላእክተኛ ስለመሆነ ያውቃል ይረዳል እሱ ራሱ ነው ይላከ እነዛ ግን ቀጣፊዎች ዋሾች መናፍቃኖች ናቸው ብሎ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ሲያዋርዳቸው ማናቸውን ሲገልጽ ወይም ሲገልጽ ከዚህ ተረዳነው ምንድነው በመላስ ብቻ ላ ኢላሃ ኢላላህ ቢያል ብለናል ወይም አንተ ያላህ መላእክተኛ ነን ብለናል ማለታቸው በቀልባቸው ቋጥረው በተግባር እውን እስካላደረጉ ድረስ ጥቅም የለውም ማለት ስለዚህ ሸሃዳ የምትለዋ በአላህ መስከረም የሚባለው ነገር ሶስቱን ነገሮች ተያይዘው ወይም አያይዛ ለትመጣ ይገባል አንደኛው በመላስ ከዛ በቀል እንደዚሁ ደግሞ በስራ ተግባር ማድረግን ማለት ነው نعم لا اله الا الله የሚለው ቃል ምን ማለት ነው ታዲያ መመስከርን ቀድመን ከመስከራችን በስተፊት ዕውቀት እንደሚያስፈልገን ካወቀን መመስከር ማለት ምን ማለት እንደሆነ ከተረዳን لا اله الا الله ስንል የምንመስክርለት ቃል ፍቺውስ ምንድነው لا اله الا الله ማለት አይ لا معبود على وجهي يستحق ان يعبد الا الله بأونت ተገቢ ሆኖ በትክክለኛ መልኩ ሊያመልኩት የሚገባ አምላክ ከአላህ ውጪ የለም ማለት ነው ለምንድን ነው ያለው በውሸት በውሸት በቅጥፈት የሚመለኩ ብዙ ስላሉ ነው በውሸት የሚመለኩ በጣም 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 ብዙ ስላሉ ነው ከዛ رسول الله عليه الصلاه والسلام በሐዲሱ ላይ ምን አሉ وحده لا شريك له ብቻውን ለሱ ቢጤ ለሱ ተጋሪ ሳይኖረው انظروا
لا إله إلا الله يميلون قال يمسكر بلو تناغرو زم بينورو بقي نبر بقي نبر جن نغرو أساسابي اندهونا نغرو تكرت لستة وندم يقبع لما قلت رسول عليه الصلاة والسلام من قالوا قتلوا وحده بيتشاو نالو لا شريك له لسو تقاري بيت عين ورال لمن قالوا هنن لا إله إلا الله بلو يمسكر بلو قالت أو تزم بلو بقي نبركو بقي نبر والله نقر قل هذا توكيل للإثبات يا الله أن بيتشن النت يا الله أن بيتشن يتمن لكن النت لما تناكر لما تناكر لما سجنزب يتكمو بس زي بينه رسول عليه الصلاة والسلام نقرون لما أنكر نقرون لما سرد ينقرون أساس سابي النت لن يا لما سرد دات فلقو يتناقرتنا رسول عليه الصلاة والسلام الله سبحانه وتعالى بقيت النتو بتملاك النتو بسمو النار بارياتو بتشين نتي ملك اندمي قبا بياس جنزبون رسول عليه الصلاة والسلام فلقو يتناقرتنا لذي بنوكو رسول عليه الصلاة والسلام لذي هم مؤمن وشباتك عليك القرم سياقات تماتشو دستام سياقات تماتشو سكايم سيكسط الباتشو زوسر الله سبحانه وتعالى بيتشارنا 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 بان دكتور رسول عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه عندي تزاف تلاسر دكمل راتشو عرفة وسالة سيفات شون بزاف لي أنت تلو تنبرنا فجاء عربي عند أعرابي قد أرسو متو كس كس يالا سيفون عن السنة رسول عليه الصلاة والسلام صلوات ربي وسلامه عليه أوتو أنقتات شورا يسكمتو من يمنعك مني اسكي بانو كريم ميادنا ما يرسل لها سيل تيكات شو صلوات ربي وسلامه عليه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهو في هذه الحال بزيه أنت هني ثانيا بالرسول عليه الصلاة والسلام سويه لي قال لا تشو سيفون مزوب بعد شو يا الله سات شو منوت يمنعني الله الله ما بيكلك لي الله ما بيدبك أني أروت انظروا يا الله إن جيت النت يا الله إن دراش النت يا الله إن تنكبا كابي النت بدستها بتشاك زي سهون بس إنك أتم جزء مؤمنو كم يستوستناتشو رسول عليه الصلاة والسلام بجزيو راسين هذا نالو على رو أني والله الله على روتن بل دربو تشي على الله على روتن إنكري أوصى الله نو يمي عدنين الله نو يمي تبك عني نو يارس لمن الله سبحانه وتعالى تكاميو جوجيو فتاريو نقرن أستناباريو نقصو يبنايو السوى الله سبحانه وتعالى بيتشانا بيتشاسل هنا نوم إذن نقرن رسول عليه الصلاة والسلام يا أبقوت من لسو بيتشا بيتشاون ما نمسانا قاربت يا ربت لكنا وانين يوم الكنيات تقولت اندنستو يهسي ببال بدستام بتنكتم بمن يوم جزي الله سبحانه وتعالى ببتشن النت لملك يمي هنا أملاك عند هنا لنوك لنجنا زبنا لنمسكر عند مي قبانا مسكر يسيبال بملاسم بقلب بتكبرم هلو لما قرانتونا ييزو يمي متاء ما هنا اللبت يهي مجمر يو لنمسكر بات ويهيني مسكر تبرو يقربوا كفل نبر يهم يا الله ان عند الثمه مسكر نبر ولتنياو رسول عليه الصلاه والسلام منالو وان محمدا عبده ورسوله
محمدم صلوات ربي وسلامه عليه يا الله باريانا يسو ملأتنيا مهوناتشون ممسكرنا والو رسول عليه الصلاة والسلام سماتشو محمد ابن عبد الله ابن عبد المطلب القريشي الهاشمي ناتشو وهو صلوات ربي وسلامه عليه خاتم الأنبياء والمرسلين يا نبيات هلو مدمدمي ناتشو رسول عليه الصلاة والسلام وهو حبيبي وحبيبكم ينم ينانتم يولاتشنم وداج ناتشو رسول عليه الصلاة والسلام النام محمد صلى الله عليه وسلم صلوات ربي وسلامه عليه عبده عجل قاي باريات الزاج مهناتشون ممسكر سيبال عبد يمي لو قال زيقار من ياسقن الزبنا أي ليس شريكا مع الله كالله لي ويمك الله قال تغاري ألم هناتشون ياسر الدنا كالله قال تغاري أي للوم እሳቸውም ልክ እንደኛው ያላህ አገልጋይ ታዛዥ ባሪያ መሆናቸውን ያስረዳል ዝም ብሎ እዚህ ጋር አላመጡም ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ወረሱሉሁ ማለት አይ አልመብዑሱ ቢማ ኡህየ ኢለይሂ አላህ ባወረደላቸው ወህይ የተላኩ ማለት ነው ፈጽሞ አላህ ላይ የማይቀጥፉ የማይዋሹ الله يا متى اللاتشون يا ورد اللاتشون وحي يمي استلالفو وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى أندر الله سبحانه وتعالى كسميت أين ناقرون الله كسمي يا ورد اللاتشون من انجي وحي رأي قال هنا بستكر تلزي عبده مالت من مالت نوالا أي ليس شريكا مع الله كالله قال تغاري اندارهونو لماس قنزب لماس رقت كوم نقرون لماس شبت يقبانو ورسوله مالت اونتنيا الله استلالفو يالاتشون ملئكت لياستلالفو يمتو تككلن يا نبي مهوناتشون ممسكر مالتن رسول عليه الصلاة والسلام عبد مربوب تزج او عبد مطيع تزج هو بارياناته رسول عليه الصلاه والسلام اجل غايناته يا الله سبحانه وتعالى يسول جوج باتقالاي بحرياتن يتلبسوا كمطفو بحريات بمولو كن يراقو تعلق نبيناته صلوات ربي وسلامه عليه رسول عليه الصلاه والسلام سلاهاتشو من ناقر ان دالباتشو الله سبحانه وتعالى بسورة الأعراف قطر عند متو سمانيا سمن تلاي من دنيا لو قول يا محمد عليه الصلاة والسلام سورة الأعراف قطر عند متو سمانيا سمن تلاي انديه بلاراتشو لسووش نقراتشو قول يا محمد لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا لراسي لنفسي يأيكو تكمنا قداتن ما امتات يمتل سوائد اللهن يم إلا ما شاء الله يا الله مشيئة يسوف اللاغوت قال هنا بستقر انظروا رسول عليه الصلاة والسلام لراسات شو تكمنم قداتنم ما سقنيت اندم ما يتلونا ያሪ ሆን የሚችለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala የፈቀደው ብቻና ብቻ ነው እንደሚችል አስረዳቸው ለህዝቦች ይያለ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ያስተላለፈው መልእክት ነው ይሄን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እንደኛው ምንድናቸው ሰው ናቸው ነገር ግን እሳቸው ከኛ ልዩ የሚያደርጋቸው ወደሳቸው ወህይ ወይም ራእይ የሚመጣ ለመሆኑ ነው الله سبحانه وتعالى رسول عليه الصلاة والسلام أهنم
ልክ እንደ ሰዎች ሁሉ ሰው እንደሆኑ ከሰዎች የሚለዩት አላሁ ሱብሓነሁ ወተዓላ በሳቸው ላይ ወህይን ስለወረደ ብቻና ብቻ ስለመሆኑ እንዲናገሩ ሲያዛቸው በሱረቱ ፉሲለት ቁጥር 6 ላይ አላህ ምን አለ? قل يا محمد عليه الصلاه والسلام انما انا بشر مثلكم اني كنت انتو سوني ليوم ما درغين قال يوحى الي ودني راي وي وحي يورد على الرسول عليه الصلاه والسلام من يمي الوحي انما الهكم اله واحد ينانتكو املاك عند بتشنيا املاك اندهونا لنانت انداس انداس ردا انداس تمر وحي يورد يمي يوردلني سو بهون انجي ልክ እንደናንተው ሰው ነኝ የምለይበት ነገር የለም ከናንተ የሚለየኝ ይህንን ትምህርት እንዳስተላልፍ ተውሂድን እንዳስተምር የሚወርድልኝ ትእዛዝ ካልሆነ በስተቀር ወልغريب በጣም በሚገርም ሁኔታ ብዙ ሰዎች ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ላይ ድንበርን ያልፋሉ አንዳንዶቹ ጭራሽ ምናሉ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ ظل ወይም ደግሞ ጥላ የላቸውም ማሉ። የሰው ልጅ ሲሄድ የመንገድ ላይ ጥላ አለው አይደል? ጥላ አለው አይደል? ጀማ አይዋ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም እኮ ከሰው ልጅ የሚያደርጋቸው አንደኛው አሉ ጥላ የላቸውም لأن نوره يطفئ ظله إذا مشى في الشمس በሚሄዱበት ጊዜ يا رسول عليه الصلاه والسلام نور ويمساچو كو برهانالو برهاناچو مندنوالو ايهنن طلاچون يشفنوال ليساچو برهان ايه كله كذب وباطل وشتنا قطفتنا والله عائشه رضي الله عنها باند حديثاچو رسول عليه الصلاه والسلام نغار بيت وسط هناو البخاري و مسلم عندهم نسائي ان ابن ماجه كعائشه استو زغبوت حديث لاي بيت وسط بيتو طبت كما هو يتنسى اغرين زرغا نبرالو اساتشو فيت بيتاچن وسط مبرات مصباح النبرالن بلو يناغرالو انظروا መብራት አልነበረንም ተደረሱላ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ኑር ከነበራቸው እንደዚህ ኑር ስንል ኑር ስንል ያ ጀማ ብርሃን ለማለት ፈልገን ነው የሚታየውን ብርሃን ይህ ከሆነ በጊዜው ለምን እሷን ጨለማ አስቸገራት ለምን ጨለማ አስቸገራት ለምን እሳቸው ብርሃን አብርቶላህ አልነበረም የሚል ጥያቄ ዑለማዎቻችን ያነሳሉ ነገር ግን ይሄ ሁሉ ሰዎች ጥላ የላቸውም ኑራቸው ይሸፍናል ኑራቸው ጥላን ያስወግደዋል የሚባለው በአጠቃላይ ሙገታና ፈብረካ ዲንና ዱንያን የሚያበላሽ ለረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰለም የማይገባቸውን ነገር መስጠት ነው እሳቸውን የሚወድ የሆነ ሰው ለእሳቸው የሚገባውን ደረጃ የሚሰጥ ነው ያጀማ بل عندندو تشراش رسول عليه الصلاه والسلام ادان بتشجر غزي دراش الجن يزوق اسات نطا يمياوطو بدنيا سوتين يميرزقو بلوح المحفوظ لا يتطافون باتقرا يمياوقو يميردو ناتشو بلاو سيناغرو نسمالن سبحان الله رسول عليه الصلاه والسلام قال እኔ እንደናንተው ሰው ነኝ እንደናንተው በሸር ነኝ ከናንተ የምለየው አላሁ ሱብሃነሁ ወተዓላ ወደኔ ባወረደው ወህይ ብቻ ነው ብለው ይናገራሉ መሰል አይነት ድንበር ማለፎች وهذا الغلو فوق غلو النصارى كنصاراዎች በበለጠ መልኩ ድንበርን ማለፍ ነው ይሄ አይነት ድንበር ማለፍ ለምን ከተባለ ነሳራዎች ምን አሉ
إن المسيح هو الله مسيح كو الله نوالو عيسان الله نوالو السو كسوستو عندو نو نقرقين النذي سووش رسول عليه الصلاة والسلام لا يكزا يبلت أنا قرية مقتوني عنه فالله يطبق أنا يا جماعة الله يطبق أنا والله يقولون بأن النبي صلى الله عليه وسلم فوق ذلك بس راتشو بني قراتشو من يالونو رسول عليه الصلاة والسلام كالله مبلاينو جالو كونو الله يطبق أنا إن الله يقول من ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه أنين بانديت بوتا لاي يوساني هنا عندهنا بانديت مدرك لاي أني بتشال بوتا السون أوسوا له إن يرى الله سبحانه وتعالى وأنا ما عبدي إذا ذكرني أني دقمو كباري قارن أنين باوساني قوت ربلو أندتنا قرى بخاري النا مسلم بذقبو حديث رسول عليه الصلاة والسلام بحديث القدسي أستلال الفول منال أني سويش من يالو نو رسول عليه الصلاة والسلام نكوس النواسات جو كن ياغاري متألو كموتو واراكونو سبحان الله بتلي موليد منا من بلوي السبع السبونا عندو يهونا أذكار ويمدر مسلوات بمالت سلواتوني جمران كذا مصطفى ومحمد ويم رسول صلى الله عليه وسلم يميلون قال متكاسي جمر كل من نسالو مالتنو كل من نسالو يقومالو يقولون لمن قمت سبالو لأن الرسول صلى الله عليه وسلم حضر مجلسنا بنفسه رسولك عليه الصلاة والسلام زيان يلم بتكو ذكر بوتا ليساتشو راساتشو متو لساتشو كبر سننا يقومون يلالو أراندان لو تتراشون بقت الملك منالو هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى إلالو من مالتنو هذا الحبيب أي ورجاتشن محمد عليه الصلاة والسلام مع الأحباب كصحابوش كسو ورجاتشن كنيا ورجاتش قال تايزو كو متو من هذا الرغوانة وسامح الكل فيما قد مضى وجرى يالفون يسرانون وانجل باتك علي الزي متو سيابك وابسو النهيرو بدو ينقر علو بغت الملك سامل كتو سلوات سلو هذا الحبيب مع الأحباب قد حضر وسامح الكل فيما قد مضى وجرى إيار يهير كولا جاتشن كولا كسحاب وشقار عبرو متى رسول عليه الصلاة والسلام متو كذا من يازن دمتو يسرانون وانجل باتك على يبسو أبسو 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 بادو أدرقون هيرو بما التي موقتها اللو ينقر اللو سبحان الله يه كفتن يا هنا تمت كفتن يا هنا وشت كفتن يا هنا كتفت نوم رسول عليه الصلاة والسلام كو صحابوش بنبرو بات جزي صحابوش كوش بلو الساتشو بميطو بات جزي صحابوش فتسمو تنستو يقوم نبر الساتشو هي وصالو بهي واتسالو وهو حي يكلمهم لا يقومون رسول مطو بلو ايقوم منبر وهؤلاء يقومون النزاقن يقومالو ماشي رسول عليه الصلاة والسلام مت عابرو راساتشون بمشوج بمفتر تملكتو عمرو عاتشوه تندر الرسل يه كفتن يا يهونا تفاتنو برسول عليه الصلاة والسلام مسكر سنل يهنن هلو نقر كساتشو معسو قرنا የሚገባቸውን ደረጃ መስጠት ማለት ነው ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እኛ መላእክተኛ መሆናቸውን በእውነት የምንመሰክርላቸው ነብይ ቀደም ሲል የነበሩት የመካ ሙሽሪኮችና የእስላም ጠላቶች የግመልን የእንግዴ ልጅ አምጥተው ጀርባ ላይ ጫኑባቸው ለዚህ ዲን ሲሉ ጥርሳቸው የተሰበረ እብድ የተባሉ የተሰደቡ ጠንቋይ ብለው የተሰደቡ እንቅልፍን ያጡ የተራቡ የተጠሙ ያለቀሱ የተጨነቁ ለኛ ሲሉ ማለት ነው የነበሩ ነብይ ናቸው ሰለዋቱ ረቢ ወሰላሙ አለይ ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም
ይህንን ተውሂድ ለኛ ለማድረስ ሲሉ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ አለይሂ ትዕግስትን አድርገዋል፣ ተጨንቀዋል፣ ተጠባዋል። ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ አለይሂ ያ ሐቢቢ ያ ረሱል አላህ ولهذا احبتي في الله ونحن نحب الرسول صلى الله عليه وسلم لله وفي الله لا الله سنل رسول عليه الصلاه والسلام ان وداتچوالن ان افكراچوالن والله رسول المولد الله المولد سلهونم ان وداتچوالن كنفسياچن كبيتسبوچاچن كلجوچاچن ከሰዎች በአጠቃላይ በሙሉ ግንባር ቀደም አድርገን ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም እናፈቅራቸዋለን። ለምን? من اجل انه رسول الله صلى الله عليه وسلم እሳቸው የአላህ መልእክተኛ ስለሆኑ የእሳቸውንም ሸሃዳ ተሐቂቅ እናደርገው እውንም እናደርገው ልክ لله سبحانه وتعالى شهادان تحقيق اونت اندادرغو نو مناردو بثلاث عينات منجدوچ አንደኛው ان نعتقد او አንደኛው بمناساچن እሳቸው የአላህ መልእክተኛ መሆን መመስክ መሆናቸው መመስከር ነው። ሁለተኛው በልባችንም እሳቸው የአላህ መልእክተኛ ስለመሆናቸው አምነን ቋጥረን ማስቀመጥ ነው። ረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም የአላህ መልእክተኛ ስለመሆናቸው በመላሳችን ካስገኘን በኋላ በተግባርም እሳቸው ስሩ ያሉትን በመስራት ተከልከሉ ያሉትን በመከልከል ተግባራዊ በማድረግ ነው የእሳቸውን ነብይነት ምስካሬ መመስከር እውን ማድረግ የምንችለው። ሶስቱ ካልተገኙ ሰላዋቱ ረቢ ወሰላሙሁ አለይሂ የሳቸው ነብይነት መሰከርን አይባልም ማለት ነው። ግልጽ ነው ያጀማ ሶስቱ መገኘት አለባቸው። እሺ እነዚህን ስናስገኝ ሸሃዳን በረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ነብይነት እውን የምናደርግ ከሆነ ይህንን ምስክራችንን ሊያስወግድብን ሊሸርፍብን ሊያጎድፍብን የሚችሉስ ነገሮች እነማን ናቸው? አንደኛ ሸሃዳችንን ሊያጎድፉ የሚችሉ ነገሮች ፊዕሉል ማሲ ወንጀሎችን መዳፈር መፈጸም ነው። فالمعصيه نقص في تحقيق هذه الشهاده ወንጀል መስራት ይህ رسول الله መልእክተኛ ናቸው ካልን በኋላ እሳቸው አትስሩ ያሉት ነገር መስራት ያን ምስክራችንን ሊያጎድልብን ሊያቆሽብን ከሚችሉ ነገሮች ናቸው። ለምን? رسول عليه الصلاه والسلام ነብይነታቸውን የመሰከሩ የሆኑ ሰዎች እሳቸውን ይወዷቸዋል። እሳቸውን ደግሞ የሚወዱ የሆኑ ሰዎች እሳቸው ስሩ ፈጽሙ ተግብሩ ያሉት ነገር ይተገብራሉ። ተቃራኒውን ግን ከሰሩት ቃላቸውን እያጠፉ እንደሆነ ሊያስረዳን ሊያስገነዝበን ይችላልና ማለት ነው። ስለዚህ አንደኛው ሸሃዳውን ሊያጎድፍብን የሚችለው ምንድነው አይደል? ወንጀልን መዳፈርና ወንጀልን መስራት ነው። ሁለተኛ አልኢብቲዳዑ ፊዲኒ ማ ለይሰ ሚንሁ ዲንስ የሌለን ነገር ሃይማኖታችን ውስጥ የረሱል አለይሂ ሰላቱ ወሰላም ሱና ያልሆነ ነገር መፍጠር ማስገኘት አዲስ ነገር አምጥቶ ማስገባት لأن معنى ذلك أنك تقربت إلى الله بما لم يشرعه الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم ولا الله سبحانه وتعالى الله بالفكر له رسول صلى الله عليه وسلم بل دنقق لهنا بل أسايه من قد تقاربها المعنى رسول ولا الله تقاربه سلو ياسك أمكت من قد يالا
الله سبحانه وتعالى ولن يتقاربوا بتسيرياس كم متو من قد يالا أيضا لم لن يتشار للعلن بمالت لراسه لروش نقر وچن يمتها بجنة دينوس يمتها سقبا يهون عندهنا أهون مهن شهادهن إيا قد دفبش عندهنا للتوكنا للتقنزب يقبا لمالتنا سوش قن بالآن بميقر من ملكو إن النقر عالتسرى كدين أيضا لم ይሄ ቢድዓ ነው ፈጠራ ነው ሲባል ወይም ሲባሉ ብዙ ሰዎች ባክዝም በል እንዴ ሼኻችን ፍላን እየሰሩ አይደለም እንዴ እና ከሬታ ደም ነው የሚሰሩት የኛ ቁራዎቻችን እነሱ ናቸው ሲሉን ሰማቸዋለን ይህ በጣም ትልቅ የሆነ ጥፋት ነው ለምን ከተባለ እነዚህ ሰዎች በሁለት አድርገን ከፍላቸዋለን አንደኛዎቹ ይሄንን የሚሉት ሳይያውቁ ሆኖ እውነትን ሳይያውቁ ስለ እውነታው ሳይረዱ እነሱ ያሉበት መንገድ ትክክለኛ ሆኖ መስሏቸው ሙጥኝ ያሉ ሰዎች ለነዚህ ዑድር እንሰጣቸዋለን እነዚህ ሌሎች ግን ለተኛ ሰዎች ግን ሐቁን አውቀውት ግን አይ ሼክ ፍላን ስለሚሰሩት ስለነበረ ሼክ እየሰሩት ነበርና እኔም እሰራዋለሁ የኔ ቁድዋ የሳቸናቸው እሳቸው የሚሰሩትን ባጠቀረ ይፈጽማለሁ አልተው ሙጥኝ ብሎ የሚይዝ የሆነ ሰው ከሆነ ግን ይሰውዬ ዑድር አይኖረውም አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ዘንድ እንዲህ አይነት ሰዎች ቀደም ሲል ከነበሩት ሙሽሪኮች የተወሰነን ባህሪ ቀጥፈው ወስደዋል ያ ምንድነው الله سبحانه وتعالى بسورة الزخرف እንደተናገረው ምን ብለዋል إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون እኛ አባቶቻችንን እኮ በዚህ መንገድ ላይ አግኝተናቸዋል እኛም የነሱን ኮቴ ተከታዮች ነን ብለው እንደተናገሩት ሰዎች ኦ ሼኸይን በዚህ መንገድ አግኝቻለሁ የሼኸይን መንገድ ማን ይፈጽማልተው በሞትም ለሞት እሱ የገባበት ገባለው የሚሉ ሰዎች አሉ አላህ ይጠብቀን እንዲህ አይነት ሰዎች ቀደም ሲል ከነበሩ ሙስሊኮች የተወሰነን ጸባይ ወስደዋል ይህ የሙእሚኖች ጸባይ አይደለም ሙእሚኖች አላህ አለ ረሱል አለ ከተባሉ ሰሚዕና ወአጣና ሰማን ተቀብለናል بلو يميك أبلونا تشو نسأل الله سبحانه وتعالى رب العرش العظيم أن يعلمنا علما ينفعنا الله سبحانه وتعالى يميتك من أوقات إلى القسن حديثه على اللكم يمجمراون لتون شهادتين وچن بسفيو آبرارتنال يمجمراون القرآن أنكتم لأبرارات مكرنال كذيب لي مقفاتي اللبن بزارو درساتشن زي شهادة أن لا إله إلا الله لنا شهادة أن محمد رسول الله يميلتن ولتون بسفي وكابرار اللزاري وبكياتشن إن شاء الله سبحانه وتعالى باكتا يسام من سنو درسات اللي كزاوت يالتن وأن عيسى عبد الله ورسوله بلو كم يجمر ويالون يمننا برار روي هنا الله سبحانه وتعالى أوقتن كم يساوكاتشون باوقت دمو كم يمارو الله كم يسارو تسوك الله سبحانه وتعالى درقن ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حبك وحب نبيك وحب عبادك الصالحين يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد على كل حال لا إله إلا الله العليم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش الكريم اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم
اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم انصر إخواننا في أثيوبيا، اللهم انصرهم، اللهم كن لهم فقد قل المعين، اللهم كن لهم معينا فقد قل المعين، وكن لهم نصيرا فقد قل النصير. اللهم انصر إخواننا في سوريا، وانصرهم في فلسطين، وانصرهم في أفغانستان، وفي الصومال، وفي السودان، وفي أثيوبيا، وفي جميع أنحاء العالم يا أرحم الراحمين. ربنا إنا نسألك أن تطهر قلوبنا من النفاق، وأعمالنا من الرياء والسمعة، وألسنتنا من الكذب، وأعيننا من الخيانة، إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. اللهم نور حياتنا، اللهم نور حياتنا، اللهم نور حياتنا، وبيض اللهم وجوهنا، وبيض اللهم يا ربي وجوهنا يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك أن تنور قبورنا، وتوسع مدخلنا، وتجعل كتابنا باليمين يا أرحم الراحمين، وأن تجعل الجنة هي دارنا وقرارنا برحمتك يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك أن تحفظ لنا والدينا، وإذا كانوا أمواتا نسألك أن ترحمهم يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. ربنا صل على محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. إن شاء الله.